للحديث عن آخر التطورات في الأراضي المحتلة معنا من إسطنبول الأستاذ تيسير سليمان الباحث السياسي الفلسطيني. أستاذ تيسير مرحبا بك. أهلا فيكم. بومبيو أكد أن بلاده تكشف تفاصيل صفقة القرن خلال الأسابيع المقبلة، ما سر التوقيت برأيك؟ بالبداية تحية لكم ولقناتكم الكريمة على هذه الإطلالة. حقيقة أخي، ما بما يخص صفقة القرن ومحاولة الرئاسة أو الإدارة الأمريكانية تمشية الأمور خلال هذه الفترة، هي شكل من أشكال واضحة، جزء منها باستغلال ما يحدث في المنطقة من غيابات قيادات سياسية ودول محورية، بالإضافة إلى محاولة لدعم كتلة نتنياهو للوصول إلى ما يمكن أن نسميه تشكيل حكومة جديدة، حيث أنه فشل قبل عدة أسابيع. أعتقد أن المنطقة بنظر الولايات المتحدة هي جاهزة لتقبل مشروع يفرض على الفلسطينيين، وأعتقد أن هذا سوف يكون محور تحدي حقيقي أمام الفلسطينيين. بما أن المنطقة وصفتها بأنها جاهزة لتقبل هذا المشروع، يعني هل لك أن تصف لنا خطوات فلسطينية ربما أو عربية تجاه هذه الصفقة؟ تمام. في البداية هو جاهزة من الناحية النظرية التي يتكلم عنها البيت الأبيض، أي أن هناك ما يناسب من ضعف الوضع المالي للقوى المقاومة، حالة التفتت التي موجودة بالدول المحيطة به وهي محورية، مثل دور مصر الرئيسي الذي كان لسنوات طويلة والآن أصبح تقريبا غائبا، وضع سوريا وما يحدث فيها، وضع المقاومة في لبنان ووضع الظروف السياسية داخل لبنان، بالإضافة إلى ما يحدث في العراق ودول الخليج. هذا من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أن الظروف مهيئة، لكن أنا أعتقد هو مشروع كما بقية المشاريع التي كانت خلال السنوات الماضية. كان هناك تسلسلا طبيعيا بنظر هؤلاء أنه يمكن ضغط على الشعب الفلسطيني كما حدث مع منظمة التحرير، للضغط عليها اقتصاديا أكثر من أجل الحصول على مواقف سياسية، ثم الانتقال إلى مرحلة تنفيذ هذه المراحل. أعتقد أننا نمر بمرحلة مشابهة لما قبل أوسلو، لكن الذي فرق أن المقاومة تمتلك ما لم تكن تمتلكه المقاومة بالفترة السابقة. في ظل هذه التطورات أيضا أستاذ تيسير، هناك تصعيد صهيوني ملفت في الضفة وغزة، ما أسباب هذا التصعيد؟ أولا بالبداية الاحتلال الإسرائيلي هو مستمر بالتصعيد، لكن ارتفاع وتيرة التصعيد نحن على أيام أو على فترة بسيطة من انتخابات جديدة. نتائج الاستطلاعات تكلم أن الحزب الحاكم أو الائتلاف اليمين الحاكم في الاحتلال الإسرائيلي قد لا يكون هو من يشكل الحكومة بالمرة القادمة. استطلاعات الرأي تعطي 35-32 إلى كتلة أزرق أبيض وكتلة نتنياهو الليكود، بالإضافة أن بالأغلبية المطلقة بالاستطلاعات الرأي تتكلم عن حد أن اليمين الإسرائيلي أن يشكل أغلبية، بالإضافة أن الاحتلال الإسرائيلي عنده برامج مستمر فيها مثل زيادة عدد المستوطنات، فرض التوزيع أو التقسيم بالمكاني والزماني كما حدث في المسجد الإبراهيمي، محاولة فرض أن القدس هي جزء رئيسي من الاحتلال الإسرائيلي وأنه لا يوجد. أستاذ تيسير، الاحتلال وبحسب منظمات فلسطينية مستمر وبشكل متصاعد بعمليات تهويد القدس، وأيضا يعني هناك مطامع على مدينة الخليل التي هي على قائمة الاستهداف الصهيوني لمناطق الضفة الغربية. برأيك يعني ما مدى خطورة المخطط الصهيوني وهذه التطورات على القضية الفلسطينية؟ الخطورة هي أنه كل مرة يزيد ويزيد على المستوطنين، ويصبح الإمكانية التغيير فيها تحتاج إلى جهد أعلى. أما ما يقوم به الفلسطينيين فهو محاولة الصمود. مدينة الخليل يحاول الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات زيادة الوجود الاحتلال داخل البلد القديمة وفي المناطق المحاذية لها أو محيطة، ومع كل هذا الوضع الفلسطيني فيه من ناحية الثبات الفلسطيني، عدد السكان وزيادة عدد السكان هو إيجابي بصالح الفلسطينيين، لكن نحن نتكلم عن مشروع تقوده دولة مقابل جسم متهالك من السلطة الفلسطينية قبل أن يكون بجزء من التنسيق الأمني فأضعف جزء من الفلسطينيين. لكن على الأرض يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يفرض معادلته، والوجود الفلسطيني بطبعه يفرض معادلته. من إسطنبول الأستاذ تيسير سليمان الباحث السياسي الفلسطيني، شكرا لك.